هذا إنجاز الطريق، هذا إنجاز هذه الطريق. ساكنة البروش تعبر عن بهجتها وفرحتها. الله ينصر سيدنا، كلها تهتف بحياة سيدنا عاش الملك. فهذا الإنجاز العظيم الذي تحقق ويعتبر حلما، لأن هذا يربط ما بين هؤلاء السكان وممتلكاتهم وقصورهم القديمة التي يحنون إليها في كل وقت وحين. وكانت هذه الطريق تقض مضاجعهم وتتعبهم للوصول إلى حقولهم، أما الآن فهم يعبرون عن فرحتهم بهذا الإنجاز الكبير. فنلاحظ هنا بأن الطريق ممتد نحو 600 متر أو 700 متر، فهناك تفنى ما يسمى بالتفنى. فشكرا لجماعة عرب تبحزيز وهنيئا لساكنة البروج بهذا الإنجاز الكبير، وشكرا. ونشكر السيد مولاي عبد السلام الذي حرص على هذا الإنجاز، ونشكر المجلس الإقليمي على هذا الإنجاز العظيم وعلى الدعم الذي قدمه للجماعة للقيام بهذا الإنجاز، ونشكر كل من ساهم في إنجاز هذا الطريق وإحيائه وفتحه عبر هذه الرمال ومده نحو الغابات الشاسعة التي لطالما الساكنة في حاجة إلى الوصول إليها. شاعر الملك يعبر كذلك عن فرحته بأن البروج التي أنجب شاعر الملك. واخا واخا، ما عيتوش ما عيتوش مولاي عبد السلام.